مواليد برج الدلو استقبل البشرى والفرحة والعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك. استقبل البشرى والفرحة والرزق يطرق بابك والسعادة بإذن الله تعالى. نبدأ بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الدلو. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد الاستخارة ان شاء الله هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا مواليد برج الدلو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. سورة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا وليس امرا اخواتنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك لان كثيرا بيشاهد الفيديو بينسى يدعم الفيديو باللايك، لان الفيديو بيخلي اللايك بيخلي الفيديو يطلع اكسبلور. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف هنا يا برج الدلو في اخبار حلوه، اخبار حلوه ليك الفتره دي. في خبر حلو عن ردوع حق، يعني هذا الخبر راح يفرحك. في حق ليك هيردع من هذا الخبر لانك فرحان بحقك او ردوع حق او نصر هتنتصر على حد. شايف هنا، شايف عندك التفكير مشتت معاك، التفكير مش مريحك، يعني في خيالكم قصص كثيره وروايات عمال تفكر ومتشتت بالتفكير. شايف هنا في، شايف فرحه قلب قدامي، بس في قلب سليم وقلب مكسور. شايف قلبين قدامي، في فرحة ليك او قلبك انكسر من شريك عمرك او قلبك انكسر من زوجك او في كسرة قلب، لكن في فرحة واكتمال قلب، اما زواج مرة اخرى لاما رجوع للزواج. بسم الله الكاشف. انا شايف برضو في حيرة اللي عندكم، حيرة وضغط نفسي عندكم، مضغوط او تعبان بالحيرة، تفكير بتفكر كثير. سيب الامور، دع الامور الى الله وان شاء الله راح تتحل. شايف هنا في حدا هبين لك ناس على حقيقتها، شايف حدا هبان على حقيقتها وهتكشف الناس اللي حواليك. شايف هنا في تغيير من مكان للمكان، هتغير من المكان اللي انت فيه، هتنتقل من مكان لمكان، شراء منزل او شراء بيت او شراء سكن او زواج، فهنا هتنتقل من بيتك الى مكان ثاني. في راحه لك، انا شايف في سفر مفتوح قدامكم، في منكم بيخلص اوراق سفر او في حدا معطل عن السفر او حابب انك تسافر، لان شايف نقطه السفر قدامك بنسبه كبيره. بسم الله الكاشف. شايفك برضه بتطلع من الصعوبات، بتطلع من الحدا اللي انت فيه، بتحاولوا تطلع من الصعوبات، من الضغوطات، من الطاقات السلبيه، بتحاولوا تطلع من اللي انتوا فيه كله، ان شاء الله راح تخرجوا من اللي انتوا فيه باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف ان الفتره دي هيبقى عندكم بعض الحيره، شايف هتبقوا محتارين في اختيار موضوع او اختيار شخص، يعني في حدا تكونوا محتارين فيها تختاروها. لا شايف طاقة متردد، متردد مش عارف تختار. شايف هيكون في موضوع قدامك هتكون متردد او محتار تختار فيه. شايف في برضه طاقة ايجابية قادمة ليكم، استقرار نفسي او جسدي، يعني في طاقة ايجابية هتكون فيها استقرار حلو ليكم، فيها هيكون حادة هتكون مبسوط، فيها استقرار، فيها راحة نفسية. شايف هنا في، بسم الله الكاشف، في تخلص في اوراق من جهه حكوميه، نقول ورث او قضايا او حاجه بتخص المحكمه، في بتخلص فيه اوراق من جهه حكوميه، ممكن نقول قبض او مهنه او مال او في حدا ديالك من جهه حكوميه بتخلص فيه. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. شايف برضو ان في اتصال راح يفرحك، اتصال دايما وراه سعادة أو فرحة بهذا الاتصال، الاتصال ده هيفرحك وهيكون سبب ليك فرحة وهتكون مبسوط من هذا الاتصال. في حد حصلت عندكم كشفت حق أو كشفت حق أو في حد كشفته أو لسه هتكتشفه، لأن شايف في طاقة انكشاف، هتكشف حد، في حد هتكشفه، وشايف حد برضه هيخرج من حياتك أذيكم. يعني انت شايف هتقفل الباب اللي دايلك من وراه الاذى من الشخص ده، هتقفل بابه، لان دي هتكون فرصه قدامك وانت هتستغل الفرصه صح. فهنا خلاص هتقفل كل اللي اذيك، او ان انا شايف هتكشف حد وهتقفل عليه الباب وهتسيبه لوحده وهتبعد عنه.
لانه هيكون قرار صح. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما اغلق، بسم الله الكاشف. شايف برضو قرار هنا، قرار صح هتاخده، في قرار صح هتاخده. شايف برضو هنا في ناس هتدخلها صح في حياتك، وهتقفل باب ناس اذتك، وهتختار ناس صح لانك تعلمت من الدرس. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا، شايف في حدا امامي بتلف حواليك، بتلف حواليك عايزة تعطيك خير، حدا بتلف حواليك عايزة تعطيك خير، حدا دي هيديلك من وراها فرحة، أو ديلك من وراها رزق، هترمى عليك رزق، أو هترمى عليك عمل، أو هترمى عليك زواج، في حدا بتلف حواليك وعايزة تعطيك رزق، هذا نور كلها وكلها خير بتلف حواليك، حبالك الخير، حبالك السعادة، حابة انها تقف معاك او تساعدك، ممكن اقول روحانياتك او نورانيات او حاجة من عند الله او من حاجة بحابة بتلف حواليك وحباك وحابة تساعدك، هي بتعطيك احساس في قلبك او بتديك رؤيات منامية، نور بيلف حواليك يا برد الدلو، حابب يفتح لك ابواب كثيرة في الرزق او في الخير باذن الله تعالى. شايف هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايف برضو في صلح، في حالة صلح كارير، يعني شايف في صلح مع الشريك، او في صلح بالعمل، او في صلح مع العيلة، او في صلح مع، في صلح كثير هيثم. شايف هنا في نقلة او مكان، بتغير من مكان لمكان، او نقلة هتنتقل من مكان لمكان، لانه شايف في باب هيتفتح وهتدخل الباب ده وهتمشي فيه. شايف في خير بإذن الله تعالى، باب كنت بتحاول تفتحه هيتم فتحه قريبك قدامك بإذن الله تعالى، وهيكون فيه خير وهتمشي فيه وهتشوف كل النور فيه. يعني شايف برضو انتوا بتحاولوا برضو، حاولوا كده بتقدروا ترتبوا أموركم أكتر من كده، وبعدوا من الطاقات السلبية، لأن الطاقات السلبية بتسحب منكم وتتعبكم، بتخليكم دايما كسلين، مهمودين، تعبانين. حاولوا تطلعوا من هذا الطاقات السلبية كلها، واطلعوا خليكم تشوفوا الطاقات الإيجابية بإذن الله، وتوصل إلى طريقك الصح. شايف برضو هتبدأ تعدوا أمور صعبة، هتبدأ تعدوا فيها وتدخلوا في المراحل. شايف برضو عندك ارتباك كبير أو حصل بينك وبين ناس، يعني الناس دي دخلت وسطكم أذتكم، يعني الناس دي وسطكم أو من حد بينك وبين حد حصل انفصال بسبب ناس أذتكم في القعدة أو تكلمت أو هكذا. شايف في زعل، شايف إن أنتوا بتعانوا من توتر في العلاقات العاطفية، من خص التفكير، ممكن حصل انفصال ما بينك وبين الشريك أو مشاكل أو هكذا. فأنا شايف عندك هكذا. بسم الله الكاشف، زد وبارك على سيدنا محمد. شايف برضو في حياة جديدة هتبدأها، هتبدأ حياة جديدة خلال فترة، في حياة جديدة فيه، لأن شايف الغيمة السوداء أو الحدث اللي تلفحه. شايف في غيمة سوداء هنا هتخلص منها، النور هيتغلب على الغيمة السوداء. شايف النور اللي قلت لك عليه بيلف حواليك هيتغلب على الغيمة أو النقطة السوداء دي. شايف في انفراجة، والانفراجة دي دايلك من عند ربني، في انفراجة بإذن الله تعالى خلال خمس نقطات، إن شاء الله نقوله خمس ساعات أو خمس أيام، ديالك فرحة بإذن الله. شايف برضو في موضوع شغل بالك، شغل بالك وعمال تفكر فيه، ان شاء الله راح يتم في الخير باذن الله تعالى، وما تستعدلش، كل تاخيره وفيها خيره باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف. شايف ان هنا قرايه فتحه او زواج او حد الخطب، لان في تلبيس دبل، في حد الخطب في اهل بيتك، ممكن اقول انت او احد من اهل بيتك، لان اهل البيت فرحان وسعيدين، فهنا نقول هتم باذن الله تعالى، هتم بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. شايف إن أنتوا هنا داخلين على شيء بخص أوراق، هذا بتخص أوراق داخلين عليها، لأن شايف في نجاح، في نجاح، إما نقوله نجاح في امتحانات أو دراسة أو بتخلص أوراق أو هذا بتخلص فيها نداح. أنا شايف برضه هنا بتنهي علاقة سامة أو بتخرج ناس من حياتك ثلاثية، هي علاقة ثالثة أو طرف ثالث، بتنهي أو بتطلع منها العلاقة دي أو بتخردها من حياتك هذا العلاقة. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله
فضلا وليس امرا احبابي في الله، دعموا الفيديو باللايك لانه بيفيدنا، بيخلي الفيديو يطلع، فضلا وليس امرا. شايف هنا في تردد عندك يا برد الدالو، شايف التردد مسيطر عليك، شايف في تردد، شايف في تردد ما بينك وما بين الناس، التردد ده كثير، متردد، بتتردد في اشي، قلقان او حيران، لان شايف التردد عندك كثير. انا شايف برضه هنا انت بتكتشف اسرار، انك بتكتشف اسرار، انكشاف اسرار وظهور اشخاص على حقيقته، وهتصدم في بعض المقربين، هتنصدم. شايف انه برضه في نداح في طريقك، الباب هيتفتح قدامك، في نداح كبير في طريقك باذن الله، في رساله حلوه، رساله حلوه قوي هتديلك، هتفرح قلبك رغم ما ان جواك زعل كبير وهم كبير شايله بقلبك، ربك عالم بحالك وهيفرجها قريب عنك باذن الله تعالى. شايف ان على الصعيد العاطفي الغيره لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لانك كثير الليونه في تعاملك معه. شايف هنا في فلوس هتديلك باذن الله تعالى في الطريق ليك بفضل الله. شايف هنا برضو قلت لك الزياره للعائله، الزيارة للعائلة نقول فرحة خطوبة لأنها تعيد المحبة بعد الخلافات اللي ما بين إخوة أو أخوات، أو في خلافات صارت ما بينكم، الزيارة دي الخطوبة أو الفرحة دي هتعيد المحبة ما بينكم بإذن الله تعالى. في خير كثير هيجي لك، هيغير حياتك فوق ما تتوقع بإذن الله. الأيام المقبلة ستكون عبارة عن فتح الأبواب المغلقة اللي كنت بتحاول تفتحها، هتكون فتح الابواب كلها المغلقه اللي كنت بتحاول تفتحها، فاستغل كل الفرص حتى تصل الى ما تريده. هنا شايف علاقه جديده حلوه ليك، علاقه جديده حلوه مع شخص بتشعر معه بالسعاده والتطور، علاقتكم بالارتباط رسمي قريبا ان شاء الله، في شخص هنا عاوز يستغلك في عملك ان شاء الله، ربنا هيجعلك أو هيجعلك تنتصر بإذن الله تعالى عليه بفضل الله تعالى، وهو اللي هيحتد لك. عندك سفر، شايف في سفر وتجمعات وصحبة حلوة هتدخل حياتك، شايف السفر وتكون فرحان في تجمعات ما بينك وما بين الناس، أو في فرحة شايف هنا تكون فرحان، في انفراجة مالية رائعة وتغيرات كثيرة في حياتك. شايف الطريق السفر ده غير متوقع وخبر قادم ليك، ستفرح بإذن الله تعالى، استعد للفرح والمفاجآت، رح يطرق بابكم الحظ بإذن الله تعالى، لا تقلق لا تقلق أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. شايف هنا بسم الله الرحمن الرحيم، شايف هنا في هناك شيء ستجده، فقدته من فترة، في حدا فقدته رح تجده، رح تجده. احذر من أشخاص أو من ناس تستغلك، تستغلك، بلاش الطيبة يا بورت الدلو اللي فيك، بلاش الطيبة، ما تبقاش طيب مع كل الناس، مش كل الناس اللي بتتمنى لك الخير، في ناس بتاخد منك الكلام وتوصل كلام تاني. شايف ان المنفصلين او حصل انفصال ما بينكم، في شخص يريد الارتباط بكم او يريد الزواج بكم، بس لسه ما حصلش تواصل، وفي منكم من تواصل معاه في مكالمات هاتفية، وفي رجوع للمنفصلين، في رجوع، في رجوع باذن الله تعالى. شايف هنا البعض هنا برضه الحبيب متجسس عليك، في تجسس، الحبيب شافه متجسس عليك، في عتاب واعتذار وصلح، شافك بتعاتب شخص او بتعاتب حبيب او بتعاتب حد في صلح معاه. في هنا رجوع حد غالي على قلبك، في رجوع حد غالي على قلبك، او في فك بلوكات، وشاف عتاب بين حبايب او اصحاب، في رد فعل غريب يسعد قلبك ويطمن روحك بعد قلق الفترة الفات الفاتية. شايف هنا رجوع رزق ليك مرة ثانية، مع انه كان انقطع عنك فترة، في رجوع رزق ليك مرة ثانية. شايف السيرة الطيبة والكلام اللي يتقال في ظهرك هيكون سبب في رجوع ثقتك بنفسك مرة ثانية، عندك رزق قريب بإذن الله منك، لكن في حسد يمنعه عنك، أو سحر أو عمل سحر يمنعه عنك، بس إن شاء الله هيرد عليك رزقك مرة ثانية، حصل نفسك بذكر الله. في بشرة خير وأخبار، في فرحة، فرحة لقلبك عن طريقك خلاص بإذن الله تعالى، بس احذر احذر في كلامك عن شغلك ورزقك مع الأقارب الفترة دي. في شخص عاشق ليك بيكابر معك في التعامل، لكن بيحبك ومتعلق بيك،
انت تعرفه، انت تعرفه هذا الشخص، في اخبار حلوه هتطمن قلبك تخص العمل او الرزق، وفي شفاء مريض قريب منك جدا باذن الله تعالى. اكثر من قراءه السوره السبع باذن الله بفتح الابواب المغلقه، فضلا وليس امرا. كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نشوف رسالتك. ربنا ياخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحه، امين يا رب العالمين. ربنا ياخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحه، امين يا رب العالمين. وكنت بتعاني من السحر او من التعطيل او من المس او من الحسد، اكتب تم وان شاء الله هديك اللينك القناه الثانيه، قناة الشيخ يوسف لجميع العلاجات بإذن الله، فيها كل العلاجات على السحر وعلى الحسد بإذن الله تعالى. وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس.